مشاهدينا اشتقنا، وبالوقت ذاته أنا بدي أحييكم وين ما كنتوا اليوم على مساحة هالوطن. وبالطبع نحن ببرنامجنا دقينا جرس الإنذار عدة مرات، وهالجرس يا ريت وصل عند المعنيين، يمكن ما كنا وصلنا لهون. ولكن اليوم كل هالانتفاضة هي للقمة العيش، كل هالانتفاضة هي سلمية، ما عم بسمع إلا ثورة وسلمية. بالمقابل قبلوها، أقله إنه كونوا سلميين كمان واسمعوا مظبوط شو عم بقول الشعب اللبناني هالمرة، لأنه ما رح يتراجع. واللي بدي قلكن إياه إنه دايما صاحب الحق سلطان. معلومة. بمعلومتنا لليوم، صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات بيان بيقول بناء لتوجيهات معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن، عقد اجتماع بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وبين وفد من جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية بمناسبة من أجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي. وتؤكد وزارة الداخلية من جهتها التزامها بما جرى الاتفاق عليه. يعني صارت اليوم بملعب نقابة موظفي المصارف، لأنه هي النقابة اللي أخذت القرار بالإضراب المفتوح لحين تأمين الأمن، وبالتالي ليس يعني أصحاب المصارف اللي أخذوا هذا القرار. نحن معنا على الخط مباشرة رئيس النقابة أسد خوري، يعطيك العافية. الله يحفظك مدام رميل. نقابة عمال وموظفي المصارف اتخذت قرار بالإضراب المفتوح، وكان العنوان الرئيسي بسبب توفير الأمن للعاملين. فاليوم وزارة الداخل والبلديات يعني التزمت من خلال قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان بتوفير هذا الأمن، ماذا عن مصير هذا الإضراب؟ صراحة نحن ما تبلغنا بشكل رسمي شو صار بين الجمعية واللواء عثمان، يعني عرفنا مثل ما أنت عرفتي هلأ، يعني جربنا أنه نتصل فيهم، قالوا لنا أنه هني رايحين، يعني رايحين عند اللواء عثمان بعد ما أجوا، يعني وبعد وما تبلغنا شيء من بعد ما أجوا. بس خليني يكون واقعي، يعني نعم. أنه إذا بده يكون في خطة أمنية، الخطة الأمنية أكيد بده يكون في عندها، يعني يجب أن تدرس بخلال، يعني بدنا نعطيها وقتها لحتى تدرس. يعني نحن كوننا ما وصلنا أي شيء لغاية الساعة 12 اليوم، نحن أصدرنا بيان وأعلننا أنه بكرة كمان الإضراب مكمل، لحين أنه نتبلغ رسميا شو الأطر اللي اتفقوا عليها. واللي أهم من هيك مدام ربيكا، نحن بدنا الآلية اللي بدنا نفتح فيها، يعني هنالك آلية مفروض يبلغونا عنها بأي طريقة بدنا نتعامل مع العالم. يعني منتظرين، يعني هلأ مين يبلغون الآلية؟ جمعية المصارف لبنان أم يعني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟ من مين ناطرينها؟ عفوا من مين ناطرين تبليغهم هالآلية؟ من جمعية المصارف ولا من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟ لا لا أكيد، يعني رح بيصير في تبليغ لجمعية المصارف بانطلاق الآلية الأمنية، خلينا نقول يلي نحن بعد ما تبلغناها من جمعية المصارف. نعم. نحن ما عندنا كونتاكت مباشر مع لا مع معالي الوزيرة ريا الحسن ولا مع اللواء عثمان، يعني نحن حاطين كل المسؤولية عند المسؤولين عن فتح المصارف يلي هي جمعية المصارف. نعم. يعني ولكن أنا هون بس بدي أقول شغلي. نعم. بدي أقول شغلي هو إنه كمان نحن ناطرين آلية معينة، آلية عملانية، عم بحكي هون مش عم بحكي آلية عسكرية، آلية عملانية للتعاطي مع الزبائن وقت اللي منفتح. وهني بتصور إنه عندهم لقاء مع بعضهم اليوم، عندهم اجتماع مع بعضهم اليوم، هيك عرفت بس من الإعلام مش مباشرة منهم، إنه هني راح يحطوا آلية على أساسها نحن منقدر نفتح ونتعامل مع الزبائن بشكل إنه نقدر نقطع المرحلة الصعبة ريثما تكون السلطة السياسية تكونت حالة وعادت إنتاجها
لحتى يعود تعود الثقة للبلد. يعني اليوم بانتظار آليتين، آلية الأمن وآلية كيفية التعاطي مع زبائن المصارف. شكرا لك رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري. طبعا اتصالاتكم مشاهدينا على 0444444 واليوم كمان يعني في كتير من الأمور يلي عم تصدر دايما ويلي هي بتصور انه مثلا المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بحكومه تصريف الاعمال كان قال انه شركتي الخلوي بدات بتسليم بطاقات اعاده تعبئه الخطوط الخلويه بمختلف فئاتها، يعني بطاقات التشريج للموزعين بالليره اللبنانيه بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الامريكي صادر عن مصرف لبنان. ولكن اللي عرفته كمان انه نحن عم نشوف كيف وردت، ولكن كمان وكأن بحسب قانون النقد والتسليف وكأن كمان اليوم في شيء إضافة أنه صار التسعير بالليرة كمان بموضوع الفواتير، وهي شغلة كتير كتير مهمة. ياريت بيكون معنا على الخط دكتور بول مرقص حتى يكون يعني عم بيفسر لنا إياها قانونا أكتر، لأنه هذا كان مطلب لدى انتفاضة، يعني عند الانتفاضة أنه التعامل بالليرة اللبنانية هيدي شغلة كتير كتير أساسية، لأنه هناك في إربكات عم بتصير بهذا الموضوع. في عنا اتصال. ألو مدام ريبيكا، بونجورك. بونجور. أول شيء بنحيي الأم تي في على مواقفها ومتابعتها الحثيثة حقيقة بمتابعة الثورة. نعم تفضل. ستنا بالنسبة لموضوع البنوكي كان عم بيقول لك الأستاذ اللي عم يحكي معك. نعم، رئيس نقابة موظفي المصارف. نعم. إنه عم بيطلب آلية، الآلية هي اللي عم بيطلبها، إنه أنا رحت معي تشيك بالدولار. عم بيجي البنك يقول لي بعطيك إياها باللبناني. نعم. فالموظفين ما عم بيعرفوا يتصرفوا. يعني عم بياخذوا قرارات من عندهم نتيجة إنه ما عندهم دولار مثلاً. نعم. عم بيجي بيقول لك بعطيك لبناني على السعر الرسمي، عم بيصير في مشاكل بين الزبون واللي عم بيتابع من البنك. نعم. فهي المسألة مطلوب تكون كتير واضحة ومعلنة، انه انا اذا عندي حساب دولار فيني اسحب دولار، ما يقل لي البنك بعطيك اياهم لبناني، واذا معي تشيك دولار يا اما بيختم لي انه ما في يغطي الساحب، يعني يرجع الى الساحب، او بيصرف لي دولارات حسب التشيك اللي انا عم اقدم له اياه. هذا اللي فهمته انا من النائب اسد خوري، انه هناك اليتين، اليه توفير الامن طبعا امام المصارف وللعاملين، وايضا في اليه ثانيه داخليه بين المصارف، مثل ما فهمت منه انه اليوم في اجتماع بهذا الموضوع لاتخاذ اليه معينه، وعلى ضوء اكيد بدها تكون شفافه وتعلن، لانه ما بقى في حدا ما يكون شفاف بتصور بهالفتره هيدي على الاقل. يعني الشفافيه اليوم هي المطلوبه اكثر من غيرها، لان ما بقى حدا عم يقبل شيء ما يكون شفاف وموضوعي وحقيقي. بتصور هيك؟ هي الموضوع ضروري يكون واضح، لانه اذا ما حطوا هالاليه واعلنوا له يعني لابد من اعلانها للناس كمان. صحيح، ما هذا اللي قصدته. في مشاكل. صحيح. انا بشكرك، عنا فاصل ومنتبه. نتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو. الو. تفضل مسيو. مدام ريبيكا. نعم. نهارك سعيد. اهلا فيك. انا واحد لبناني. نعم. وما عم بلاقي شغل، بدي اشوف هالصوار اللي كانوا نازلين. نعم. هذا طلب انه هالاغراب يفلوا عنا اللي عم بياخذوا من قدامنا العمل. ما حدا طلب ابدا. بترجيكي اذا كان فيك توجهي حدا بالقليله يطلبوا طلب انه يفلوا هالاغراب من عنا اللي اخذ لنا رزقتنا. وشكرا. اهلا وسهلا فيك. بعتقد كم مرق هذا الموضوع بلا مع الثوار، سمعناه عده مرات. كمان اتصال. الو. تفضل. مرحبا. مرحبا. من فضلك في موضوع نقابه الموظفين البنوكي. نعم. عم بيقول انه في اجتماع بعد الظهر اليوم بالنسبه ليقرروا شو الاليه لحماية الموظفين.
لا عم بيقول هو نحن من بعد ما وردنا من وزارة الداخلية وصار اجتماع لتأمين آلية أمنية للموظفين، قال هو كمان ونحن بدنا آلية كمان داخلية يعني رح تشتغل عليها جمعية المصارف يعني مع بعض حتى كمان يعرفوا يتعاملوا مع الزبون. يعني هناك آليتين، آلية الأمنية صارت متوفرة ولكن بدهم آلية داخلية لكيفية تعامل الموظف مع زبائن البنوكي. وبفتكر فيه عم بيقول نمي إليه إنه في اجتماع اليوم بهذا الموضوع. أوكي؟ اتصال آخر؟ ألو؟ إي نعم تفضل. ألو؟ إي تفضل مسيو. بدي أحكي كلمة على التلفزيون. إي أكيد تفضل. رسالة لفخامة الرئيس. نعم. بعطيك إياها لإلي؟ أنت على الهوا هلا، تفضل. إي الله معي. أهلا. مسيو يا ريت بتوطي صوت التلفزيون. حقيقةً نعم. أنا لبناني من جدودي جدودي. نعم. فلبنان عزيز جدا على ويعز علي لبنان جدا. نعم. وأنت فخامة الرئيس، أنت رئيسنا أب الجميع. نعم. هلا وصلنا لليوم اللي نحن وصلنا له، شايف الشعب اللبناني لفين وصلنا نحن فيه. بتمنى منك كأنك أنت الأب فخامة الرئيس، أنت رئيس جمهوريتنا وشايف شو الشعب، وأنت صرت بسن 80 سنة من عمري أنا. نعم. بتمنى عليك أنت بطل وتضلك بطل وتنزل عند كرسي الرئيس بطل كرامة هذا الشعب لحتى منري دماء أي إنسان، كرامة أي عمل. فأنت فخامة الرئيس بتمنى ما تدير دينك لحدا أبدا، استعمل مخافة رب العالمين. أهلا وسهلا فيك، وصلت الرسالة للشعب اللبناني. أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر. ألو. يعني اللي بدي اللي بحب اقوله انه اليوم في كتير ناس عم تتواصل معنا بموضوع المؤسسات العامه اذا فاتحه ولا لا، يعني اذا حدا عنده معامله اذا مفتوح ولا لا. كلنا بنعرف اليوم يعني لما بتكون في اقفال طرقات في بعض الموظفين عم بتحاول توصل لفترات معينه وعم بتقوم بواجبها، وفي مطارح طبعا اذا كان في ثوار امام مؤسسة عامة ولا شيء، يعني هيدي كلها منوطة بالأوضاع يلي عم تتغير بين ساعة وساعة ويوم ويوم. ولكن أي موظف عم يقدر يوصل على مؤسسته العامة وعم بيقوم بخدمات للناس على الأكيد، يعني ما في حدا قادر يوصل إلا ما عم بيقوم بالخدمة. يعني اللي عرفته أنه بالنسبة للضمان كانوا عم بيشتغلوا على الدخول للمستشفيات، وكلنا بنعرف اليوم نقابة المستشفيات دعت إلى وقفة تحذيرية اليوم، هي صرخت إذا بدنا نقول صرنا على آخر نفس بقى بموضوع المستلزمات الطبية اللي بلشت تنفذ شوي شوي. هذا الموضوع أكيد يعني حبيت وضحه للناس أنه حاولوا أنه إذا عندكم أي شيء بالإدارات إذا كان في طرقات بتوصل عم بيكون في موظفين موجودين. باخد اتصال كمان. ألو. 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 تفضل. تفضل. ألو. نعم مسيو تفضل. أنا على الهواء. أي نعم. بس بخصوص في فاتورة الكهرباء الوصل. نعم. بيقولوا انه موجود عليه بدل تأهيل 10,000. هيدا من زمان محطوط عليه. صحيح. بقى بيقولوا في عجز بالكهرباء، والعجز يعني اذا كان بس في مليون ساعة مركبة يعني بيطلعوا بداش بالكهرباء. وبيقولوا في عجز. نعم. طيب يعني كيف حالته هيدا اذا لازم يشيلوه؟ هن حطوا له وقت محدد يعني وصل هلا بعضه محطوط من زمان. هو إذا بتذكر بلشت هذه العشر ليرات كانت على أيام وقت النك وقت الشي زلزال صار كانت 10 ليرات يعني، وبعدين صارت التطور صارت 10,000 ليرة وبعدها 10,000 ليرة يعني من سنين.
وكان في مطالبات عديدة بالثمانينات والتسعينات دايما انه ليش ما بتنشال بقى، عرفت؟ هلأ معك حق، أنت عم تحسب شي تاني، أنه إذا نحن عنا لنفترض مليون فاتورة كهرباء عم تندفع، هيدي ضرب 10 قدي، معك حق يعني، وهيدي شغلة بسيطة يعني، هاي مش مكلفة شي هيد، معك حق. أهلا وسهلا فيك، صورة اليوم نشوفها سوا. يعني طبعا اخترنا صورة أنه كلنا للوطن، ينتصر الوطن، لما بينتصر الوطن يعني انتصر الشعب، لأنه ما في وطن بدون شعب. بالنتيجة كلنا لما نكون تحت لواء العلم اللبناني شيء بكبر القلب كتير، وبيخلينا نتعلق أكثر وأكثر بهذا البلد وما نخاف. التحديات كتير كتير كبيرة، ولكن بعتقد الشعب اللبناني عم يثبت أنه أدى. بعطيكم موعد إن شاء الله نهار التنين دايما مع الحل عنا. MTV، إلى اللقاء.